بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. أيها الإخوة الأفاضل متابعينا في كل مكان، نرحب بحضراتكم عبر هذا البث الحي والمباشر على قناتكم قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث وهذا المهرجان الغالي والذي يقام هنا في دولتنا الحبيبة دولة قطر. هذا المهرجان الذي يقام برعاية كريمة وباسم كريم من أيضا بتوجيهات كريمة كذلك من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. وهذا المهرجان الذي أيضا يحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا وهو اسم سيد الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. مهرجان ننتظره من عام إلى آخر، مهرجان يحمل اسم غالي على كل محبين هذه الرياضة، مهرجان قالي يسوى عند الكثير والبعيد والقريب، يسوى عندهم الشيء الكثير. أيها الإخوة الأفاضل، مهرجان سيد الأمير الوالد الذي ينتظره ملاك هذه الهجنة العربية الأصيلة في كل مكان وزمان. نبدأ أيها الإخوة مع هذه المنافسات وهذه التحديات مع بداية هذا المهرجان الذي يقام هنا في أول أيامه في هذا اليوم، وأيضا بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعم الأول لهذه الرياضة. بتوجيهاته السامية يقام هذا المهرجان السنوي الكبير. أيضا الشكر موصول للجنة المنظمة لسباقات الهجن وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المتابع لكل كبيرة وصغيرة في هذا الميدان وجميع أعضائه نائب عبد الله بن محمد الكواري ومدير عام اللجنة مبارك بن محمد البادي، أيضا نشكرهم جزيل الشكر. نبدأ أيها الإخوة مع شوطنا المثير، نبدأ في هذه اللحظات مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، شوط الحقائق القعدان، القيادة والمقدمة مشاهدينا الأفاضل مع من يحتل المركز الأول هنا شاهين أحمد بن سالم بن أحمد الزرعي قادم من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة هنا في ميدان الشحانية. أهلا ومرحبا بالضيوف. شاهدنا أيضا أحد رموز هذا الصباح ذهب إلى المملكة العربية السعودية مع بن عمارة، وشاهدنا أيضا الشوط الأول ذهب أيضا لأبناء الدوحة وأبناء هذا البلد العظيم. نعم أيها الإخوة معك يا بن نايفة يا السلام. وها هو أيضا ها هو الدرعي يشاركنا أيضا من الزرعي، نعم شاركنا من السلطنة. قادمون الإخوة الأشقاء للمشاركة هنا في دولتهم الأخرى وفي ميدانهم الآخر، فأهلا ومرحبا بالجميع. هذه هي كلمتنا، نعم، وتوجيهات سيد الأمير. نرحب بالجميع. نبدأ مع المركز الثاني مشرف علي بن عبد الله بن جر الله بن ذروة. المركز الثالث يصل هنا بن جبران. من يتواجد هنا قاصد قاصد لعبد المحسن بن سالم بن جبران. وعلى المركز الرابع يصل هنا على المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل جلمود لعلي بن راشد بن سعيد آل بريص. وعلى المركز الخامس من يتواجد على المركز الخامس مشاهدينا الأفاضل يبدو لشعار حمد بن محمد الباء وحمد بن جرال البريدي على المركز الخامس، ولكن دخول والتسلل هنا من مهذب لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة. ولكن نعود مشاهدين الكرام مع الستمائة متر الأخيرة، الستمائة متر الأخيرة لمن سيارة الإنتاج بن جبران. شوف المركز الثالث، ارصد لي يا مخرجنا، ارصد لي يا أبو شارب، ارصد لي المركز الثالث. شوف بن نايفة يريد أن ينيف، يريد أن يكون هو النايف. نعم في هذا الصباح بن نايفة شعار أوزان الشلفة أتانا من حيث لا نعلم. هذا هو شعار أوزان مشاهدين الكرام. معك يا بن نايفة وخلك في المقدمة يا بن نايفة. الله يا سلام يا سلام، أسعد الله صباحك يا بن نايفة. نعم أيها الإخوة، بهذا الشوط الكبير وبهذا الانتصار، نعم أيها الإخوة، يصل ويتسلل هنا مذهب
مهذب تعود ملكية الفيصل بن عبد الهادي بن نايفة، وهذا الإنتاج المميز. أشكرك يا بن نايفة وأشكرك على هذا الإنتاج، وتستاهل هذا الناموس. المركز الثاني يصل فيه قاصد لعبد المحسن بن سالم الجربوعي المري. أما المركز الثالث يصل على المركز الثالث شاهين لأحمد بن سالم بن حميد الزرعي. أما المركز الرابع يصل على المركز الرابع براق لفرام بن عتيق البريد المري. المركز الخامس يصل على المركز الخامس شهيل لمحمد بن عبد الهادي بن سالم آلف هيدة المري. تهانينا والناموس للجميع. أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شعار أوزان يحقق هذه النقطة الثانية، شعار الشلفة الفضية للإنتاج والمنتجين. ها هو يتواصل في عطائه وإنجازاته. نعم، مع مهذب يقطع المسافة في 6 دقائق. 6 دقائق أو 5 دقائق. نعم 5 دقائق 52 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت مهذب. تهانينا والناموس لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة على هذا الناموس وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني 5 دقائق 54 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. هذا هو قاصد. تهانينا لعبد المحسن بن سالم بن جبران البري. أما المركز الثالث 5 دقائق 55 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين سالم بن أحمد بن سالم بن حميد الزرعي على هذا الناموس وحصوله على